السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. الخوف من المشاعر المهمة والدوافع اللي بتحرك أي إنسان في علاقاته. ففي علاقات بالناس بتخافي كده مثلا على زعل صاحبتك أو مامتك أو جوزك، فتيجي على نفسك علشان إيه؟ علشان ما يزعلوش. ولله المثل الأعلى. إحنا في علاقتنا بربنا بيحركنا جناحين، الخوف والرجاء. الخوف من غضب ربنا وعقابه، والرجاء والطمع في طبعا في الثواب والفضل. عجبتني مقولة إن الواحد لما بيخاف من عبد بيهرب منه، ولما بيخاف من ربنا بيهرب ليه. بس الفرق إنك بتخاف من ربنا وإنت بتعظمه، وهي دي الخشية. موضوع حلقتنا مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب، والرزق الحلال. ندعي؟ ها؟ ندعي؟ ماشي يلا ندعي. بس ادعي لي بقى. لا ندعي يلا سريعا وتدعي لي بالستر والصحة والرزق الحلال لينا كلنا بقى. ايوه انا وكل المشاهدين وكل الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترضى عنا. اللهم ارض عنا واسترنا بسترك الجميل، واهدنا ربنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا. اللهم ثبتهم يا رب العالمين، وأنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم. اللهم نجي المستضعفين. اللهم تقبل شهداءهم، واشف جرحاهم، وأغث ملهوفهم، واكشف الكرب عنهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم وعدونا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعلها سخاء رخاء بلدا، بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وكل من له حق علينا. نسأل الله عظيم المنة أن يجعل مصرنا آمنة مطمئنة. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين، وآله وصحبه والتابعين. والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. ربنا يتقبل يا رب. طيب يا شيخ احمد، احنا قلنا ايه؟ عايزين نتكلم عن الخشيه. فناخد تليفونات بقى. هناخد وفي تليفونات معانا، بس نتكلم كلمتين. طيب سريعا جدا يا استاذه دعاء، العبد اذا ما دخل في الصلاه، فاحنا عندنا درجات، حاجه اسمها درجه الوعي اتكلمنا عليها، درجه اسمها درجه الطمع، في درجه اسمها درجه الوجل اللي هو الخوف. في الخوف ده بيبقى الاثر بتاعه موجود في القلب. العبد يبدا يلتفت الى عقاب الله عز وجل اذا عصى العبد ربه، يلتفت الى الاشياء التي تؤدي الى الرهبه. خلاص في نار، فانا خاف لو انا ما صليتش ادخل النار، فيبدا العبد يخاف. لكن في بقى الخشيه. طب ايه الفرق بين الخشيه؟ ما الخشيه هي الخوف. كان مشايخنا يقولوا لنا كده، يقولوا لنا الخوف يا استاذ هو الخوف من عقاب الله تبارك وتعالى. لكن الخشيه بتشارك الخوف، لكن بتزيد عليه حاجه بس، تكون من باب المعرفه. يعني هو عارف، هو العبد عارف، فاهم كويس جدا. واحد يسمع النار فيخاف، بس ما يعرفش النار دي اخبارها ايه والدنيا كانت واتعملت ازاي، لكن ده هو عارف كويس جدا. بس الخشيه بقى ما بتجيش بقى في القلب بس،
لكن الاثر بتاعها بيظهر على الجسم، فيبدا العبد ايه يقشعر، واخد بال حضرتك، يبدا يقشعر. ولذلك القران الكريم قال الله نزل احسن الحديث كتابا مثارية تقشعر منه جلود، جلود الذين يخشون ربه. وبعدين ممكن كمان بتلاقي العبد يبدا يبكي من خشيه الله تبارك وتعالى. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم مالها بقى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، وهكذا. طب مين اللي بيصل لحد الخشيه دي؟ اهل العلم. ان انا لازم اعرف، انا داخل الصلاه فانا لازم اعرف معرفه، لابد ان يكون عندي معرفه بالله تبارك وتعالى، معرفه بهذه الصلوات. وذلك رب العالمين لما جه يتكلم عن العلماء قال انما يخشى الله من عباده الايه، ما قالش يخاف، ان الخوف ده كل الناس ممكن تشترك فيه، لكن الخشيه بيبقى فيها زياده ايه، زياده معرفه بالله تبارك وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. هو ده اللي حرك سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يقرأ في قول الله عز وجل أول سورة الطور والطور، وقال في الآية 7 و8 إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سقط سيدنا عمر، وقع، بدأ يقشعر جلده ويبدأ ينتفض سيدنا عمر، فمرض شهرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو ده اللي حرك الشوق أيضا، شوق مع خشية في امتزاج كده، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان سيدنا أبو بكر رجل أسيف، يعني إذا ما قرأ الفاتحة بكى رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو ده اللي خلى سيدنا عمر بقى عنده له خطان أسودان تحت عينيه من بكاء من خشية الله تبارك وتعالى. هو ده يا أستاذ الدعاء اللي احنا عاوزين نصل ليه، حتى ينطبق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. منهم إيه يا أستاذ الدعاء؟ ورجل ذكر الله خالية ففاضت إيه؟ ففاضت عيناه. يبقى الدموع دي نزلت ليه؟ دي ثمرة من ثمرات الإيه؟ من ثمرات الخشية، كما قلنا وإذا سمع أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم. فهو دي الحالة اللي احنا وإحنا داخلين بقى في الصلاة نحاول اللي احنا نستشعر هذه الدرجة. طيب نبدأ بقى ناخد تليفونات. أم بلال أهلا وسهلا. ألو. أيوة حبيبتي تفضلي. ده حضرتك مدام دعاء. أهلا بك يا حبيبة قلبي تفضلي. الله يخليك. ممكن أكلم الشيخ أحمد؟ تفضلي تفضلي يا أم بلال. ازي حضرتك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. معلش بس انا سؤالي حضرتك، انا كنت متجوزه ومنفصله وجوزي خد اولادي وكده، يعني المهم ايه، كان عليا ديون وحاجات واشتغلت وكده وسديت الفلوس اللي هو كان مدينني بيها والكلام ده كله، فربنا كرمني وكده، وفي حد كان معايا في الشغل وكده وايه يعني، وحبينا بعض والكلام ده واتجوزنا، بس اتجوزنا يعني ايه في السر وكده، ما كانش حد يعرف. وجي بعد كده اتقدم لاهلي ولان انا كنت حامل وكده، والمهم الموضوع قالوا له خلاص ماشي تمام، وكتبنا الكتاب وكده وخدنا بعضنا ومشينا، وما كانش حد يعني يعرف حاجه، وهو كان متجوز، حتى قرايبي وكده قالوا له ازاي وزوجتك الثانيه لازم تعرف والكلام ده، فقالوا له لا، قال لهم انا هقول لها ومش هقول لها والكلام ده. يعني بصي يا ام بلال ثانيه واحده بس عشان نستفسر كده نفهم الكلام، انت كنت متجوزه واحد وعمل لك مشاكل وكان عليك ديون وسابك وكده صح؟ اه لا مشاكل كتيره، واهلي كلهم قالوا لي خلفتي منه ده خلفتي من جوزك الاولاني؟ اه كان معايا منه ولدين. معاكي ولدين؟ معاكي ولا معاه بقى الولدين؟ لا لا معايا هو خدهم، لان هم كانوا كذا مره انا رجعت له عشانهم، وبرده هو نفس المشاكل وقله ادب وشرب والكلام ده كله حضرتك. تمام فسبتيه جدا يعني. تمام فسبتيه وولادك معاكي؟ اه كانوا ولادي عايشين معايا، وبعد كده عايزين بابهم يرجع كذا مره، فقلت لهم لا خلاص انا تعبت يعني، احنا 3 وكده كده جبت اخر يعني. تمام. انت دلوقتي اتجوزتي اللي هو زميلك في الشغل عشان انت كنت اتجوزتيه في السر، وبعد كده لما حملتي فاتجوزتيه خلاص بقى قدام اهلك؟ اه كله عرف اهلي واتجوزنا وتمام. وهو انت كده بقيتي زوجه تانية، هو عنده مراته وولاده صح؟ هو عنده، هو متجوز ومعاه بنت عندها 3 سنين. تمام. انت دلوقتي لما اتجوزتي ولادك فين؟ لا ولادي مع باباهم مش معايا. خلاص انت بقى سبتي ولادك لباباهم؟ اه باباهم هو واخدهم اصلا من قبل الموضوع بكتير جدا. اه تمام. من قبل ما اشتغل، انا نزلت اشتغلت عشان خاطر كنت اسد الديون اللي هو عملها معايا. تمام. انت بقى دلوقتي مراته عرفت؟ دلوقتي مراته عرفت بعد ما انا، هم اهله كلهم عارفين. تمام. مراته عرفت بعد ما انا مولدت بكام يوم. تمام. احنا دلوقتي حاليا انا بقى لي 4 من ساعه ما يعني انا ابني اللي خلفته منه دلوقتي انا بقى لي 4 مخلفه من ساعه ما مرات... اه
خلفت جبت منه ولد، من ساعة ما مراته ما عرفت وهي الدنيا قامت ما قعدتش. تمام. وهو المفروض ان هو شخصيته قوية، وهو اصلا ما كانش عايزها وكان تعبان، وانا عشان ما اظلمش حد قلت له لا عرفها، راح قال لي لا انا كده كده تعبان معاها وصابر عليها عشان خاطر بنتي، تمام. انا مش قادرة اكمل معاها اكتر من كده. ومشينا على كده، وهي كانت على طول سايبه له البيت وقاعده عند اهلها وما كانتش عايشه معاه اصلا. تمام. بس فلما عرفت الدنيا قامت ما قعدتش، وجابها عندي وشافت وشافتني واتكلمت معايا وشتمتني، وشفت منه الفاظ كتير وقله ادب والكلام ده كله. بس فحضرتك هو راح قال لي كل حاجه هتتعدل، كل حاجه هتتصلح، انا مش هقدر استغنى عنك انت وابني، وصبر على كل ده ان انا هستحمله. في الفتره دي كلها هو سايبني انا وابني اصلا، ما بي يعني كل فين وفين لو جه سأل علينا مرة. وانتي وقفتي شغل؟ ما بطلتي شغل؟ ما انا بطلت شغل عشان كنت ولدت. تمام. وهو بيصرف عليكوا ولا لا؟ بيصرف عليا بس يعني لازم انا اللي اتصل بالتليفون، يعني انا ابني مثلا هو عيان بقاله يعني بقاله من اكتر من 10 ايام، كل يوم هاجي اشوفه بكره، هاجي اشوفه بعده، وانا كنت عند اهلي. بقيت انزل واطلع، طب انتي بتتصرفي، طب انا اتصرفت، انا مستنياك. هو ما بقاش يسأل فينا، هو على اساس كل حاجه هتتعدل، كل حاجه هتتصلح. عمال اقول له انت كده شكاك ميت، انت كده ربنا ما يرضاش بالظلم، انت كده ظالمني انا وابني. ايوه طبعا يعني انت ما كنتش قد الجواز، ما كنتش اتجوز. بالظبط. انا تعبت، انا مش عارفه احل ازاي، ولا عارفه الموضوع هتحل ازاي. طب إيه؟ انت عايزه ايه؟ عايزه تفضلي انا مش مكمله عارفه ولا احل عايزه ازاي، انا تتطلقي طبعا ولا ما عايزه عنديش، ايه؟ عايزه ايه؟ انا ما عنديش رفاهيه ان انا اتطلق تاني. وانت اهلك فين؟ طب ما بيمسكوهوش ليه ويتدخلوا في الكلام؟ اهلي قال لي اخر مره، انا اتكلمت مع اهله كذا مره، واخر مره قعدنا انا واهله قال لي تحرمي عليا زي امي واختي لو انت اشتكيتي من حد. قلت له يعني انا اشتكيتك لاهلك لان انا تعبت، انا اهلي من عندي انا مكبراك وقايله ان انت بتشغل وما بتسيبنيش، انما ما حدش يعرف ان انت سايبني انا وابني بننام لوحدينا، ما بتسالش علينا بالاسبوعين وبالشهر، ما بتشوفش ابنك الا ما بتحب، عايز يجي ياخد ابنه وقت ما يحب يجي ياخده يقعد بيه عند اهله او ياخده عند بيته التاني، ويقول لي اخده يبات معي. قلت له لا ما يباتش معاك، انا ابني لسه بيرضع وما يسيبنيش، عايز تبات مع ابنك تعالى بات معايا. هل انا كده هفي حاجه حرام ان انا قلت له لا ابنك ما يباتش معاك؟ لا. هل يقول انت لي لا انا اخده غصب عنك. حاسه ان انت غلطتي في الجوازه دي؟ انا كنت الاول ما كنتش حاسه ان انا غلطت فيها، لان هو كان حنية الدنيا عليا، كان كويس معايا، كنت شايفه فعلا المشاكل اللي بينه وبين مراته، وزي ما كان بيقول ما كانش، انما دلوقتي من ساعه ما هي ما عرفت هو بقى جاي عليا انا. ايوه. انا بقى جاي عليا انا بزياده، يعني انا بعت الدنيا كلها عشانك، عشان كنت شايفه منك غير كده، لقيتك دلوقتي انت جيت عليا في كل حاجه. ما هو يعني ده انا بقى دلوقتي مستحملك سنه واربع شهور ما تباتش معايا فيهم انا وابني، لا ما طبعا تسالش فينا هو ظالم. انت، وانا وبرضو اقول له تعالى نروح المشيخه واسمعها، يقول لي لا اصل اصليها اصليه ما ينفعش، انا مش هروح المشيخه. ليه مش هتروح المشيخه؟ سمعها الكلام ان انت وهي ظالمني، انا ما ظلمتهاش، انا ما اعرفهاش. اخر مره حد من عند اهله يقول لي ما انت ظلمتيها، قلت لهم انا ما ظلمتهاش، انا ما اعرفهاش. انت خدتي منها جوزها؟ قلت لها جوزها كان سايبها، وانتوا كلكم قلتوا لي هي كانت بتعامله وحش. وهم ليه مش شايفين ان هو اللي غلطان؟ ليه كده انتوا مش شايفين؟ ان بيقول لي احنا اتكلمنا معاه كل، حتى لما ابن ما العيل يعيا اوديه يروح للدكتور ويسمع الكلام من الدكاتره، ممكن يقعد بالاسبوع ال10 ايام ما يسالش ولا يرفع سماعه التليفون على ماشي. ابوه. هو خلاص واضح ان هو ظالم، وليه هم اهله مش شايفين ان هو اللي غلطان اصلا؟ انا مش عارف، انا مش عارفه. مامته قالت لي يا بنتي معلش حقك عليا، وهما بيعاملوني كويس لما بروح عندهم وكل حاجه، هو بس اصلا انا شايفه اللي عكس غلطان من كده. الاول في كل التصرفات اللي هو عملها معاكي ومع مراته الاولانيه، معاكم انتوا الاثنين، هو اللي غلطان. قلت له حاجه ما هو غريبه اذا كان قوي. ظلم ظلمنا احنا الاثنين، ما ظلمنيش انا. ظلمكم انت انتوا عشان هما الاثنين؟ بيقول اه بيقولوا هي ايوه، هو دلوقتي، ما اللي هي ظالم واحده في القصه مصدومه ان دي. هي جوزها ما كملش 4 سنين واتجوز عليها. قلت له ما هي دلوقتي انتوا بتحللوا الموضوع، انا دلوقتي هو ما كملش 4 سنين واتجوز عليها، انا كنت اعرف ايه اللي بينهم؟ هو قال ان هي عامله وعامله وعامله، وكنت بسمع المشاكل اللي ما بينهم لما كان بيتكلم في التليفون وحد بيجي له من اهلها، قصة مكررة وعلى يعني. طول هي سايباه. طب انا دلوقتي ظلمته في ايه؟ انا ظلمتها ماشي. هي في ايه؟ انا ما ظلمتها، انا اللي ظلمت انا وابني، هم عدلوا حياتهم على حسب انا وابني. بص يا ام ماشي يا بلال، حبيبتي، انا الشيخ هقول هيرد عليك. يعني اولا اهدي وربنا يصبرك ان شاء الله. اول حاجه الزوجه الثانيه عامه هي مش ظالمه للزوجه الاولى، يعني بس قولا واحدا ونخلص من الليله دي والكلام اللي عمال يعني في عك لت وعجن كل يوم كده، اللي هو ايه، اصل الزوجه الثانيه هي خطفت الرجاله فازاي خدته،
يا اخوانا اتقوا الله رب العالمين، دي زوجة تزوجت بكتاب الله وسنة رسول الله، انا كنت هسلخها على كلام اللي هو الزواج في السر محدش يعرف، لان الزواج في السر حكم مختلف شوية. الزواج في السر ده اللي محدش يعرف اي حق خالص خالص، ده له حكم مختلف تماما. لكن الحمد لله تزوجت شرعا وبعدين انجبت والحمد لله، فعدلت المسار، ما هي فاصبحت زوجة. أيوة. هي اصبحت زوجة يا استاذة دعاء. قضية بقى ان الراجل يسمح ان زوجته الاولانية اللي هي تهنها وتشتمها، هذا ليس رجلا، وهذا اصلا هذا الرجل تسبب في ايذاء الزوجة الثانية اصلا. انا مش على الزوجة الاولى دي هو تسبب ما تسببش دي حاجة، لكن لما اسيب الزوجة الاولى تشتم الزوجة الثانية وانا واقف كده، لا انت طرطور يعني، وما يروح لهاش سنة ونص. دي حاجة. الحاجة الثانية، انت يا اخي اتقي الله رب العالمين، انت خايف من الاولى ومش خايف من رب عقاب رب العالمين، يعني سنة واربع شهور ومخلف كمان من الثانية، طب وده ايه يعني؟ ده ايه؟ اولا ده ظلم. من تزوج ده حديث بقى، امرأتين فمال الى احداهما، مال الى احداهما، هي قضية الميل يعني اللي هو ايه، اخد حق التانية، اخد حق التانية. مش الميل القلبي، لا، مال احدى اخد، ما خلاص دي انا ماليش علاقة بيكي. و المهم العدل، هي قضية العدل. اللي ما يحدش يوم القيامة هيجي بقى وهو ايه، شق مائل يوم القيامة. مش بس كده، ايه هيروح يعني للحساب مايل كده، معوج، هيجي معوج يوم القيامه مفضوح. مين اللي هيعدله؟ النار. اللهم عافينا يا رب. خلاص النار اللي هتعدلك. اللهم عافينا. فانت اتقي الله رب العالمين، وحاول اللي انت خلاص كن رجلا، يعني كن رجلا. طب والله انا مش هقدر اعمل الكلام ده، خلاص يعني انت ظلمت هذه المراه، دي حقها يا سيدي، دي حقها، يعني لا ضرر ولا ضرار. ويعني هي قصة مكررة سبحان الله، كلمة لكل واحدة ست واحد راجل متجوز يجي يقول لك نفس القصة اللي في كل المكالمات بتجينا، يا ربي بقالنا سنين هو نفس الكلام بيقولوه، اصلا انا مش مبسوط مع مراتي، اصلا انا كده كده هسيبها، اصلا مش انت اللي هتبقي لي السبب، ده انت ميكي ولا من غيرك، ايه نفس القصة قصة قصة، انا عشان ولادي انا هطلقها، انا مش عارف ايه، وانت بقى يعني تروحي مصدقاه وتروحي متجوزه، لو واحده جالها هي تعرف، فهو يهم ولاده اكتر مثلا فيميل ليها، فانت اللي تتظلمي وتبقي انت في الاخر اللي ظلمتي وانت اللي خطفتي وانت ما عملتيش حاجه. لو زوجها واحد جالها قال لها، او ست يعني جه قال لها انا هطلق مراتي الاولى واتجوزك، لا انا بقول لك هل ده ينفع اصلا؟ هو ما بيقولوا كده ولا بيطلق حتى ولا حتى بيطلق ولا حاجه هو وبيكذب. كونها تسمع الكلام ده هي تخاف منه اولا، هي هو زي ما هتعمل في الواحد تعمل في التانية. اي واحد متجوز واحد ويجي يكلم واحده تروح ماشيه وسايباه على طول، علشان انت من ورا القصه دي انت بس اللي هتتظلمي، الا في حاله ان الزوجه الاولى تعرف، ولا تعرف ولا ما تعرف. كل واحد بقى متجوز واحده يقعد كده قافل بيته عليه هو ومراته، ربنا يهديهم. الله يهديك يا استاذ. يا رب. معنا تليفون. ام محمود، ام محمود معايا؟ معانا مين؟ ام علي. ام محمود ما عجبهاش كلامك. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا وانت طيبه، اتفضلي. ازاي الدكتور احمد كده، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك يا رب. انت عاجبك كلام الاستاذه دعاء؟ طيب. عاجبك كلام الاستاذه دعاء يا ام علي؟ الو. قولي اتفضلي. قولي يا ام علي سؤالك، قولي سؤالك. انا بعد اذنك بس ليا سؤالين بس، معلش عاوزه بس حضرتك تطولي بالك عليا عشان تفهميني. طيب بس قوليهم سريعا لان احنا تمام. عندنا فاصل فلازم تقولي. طيب. بسرعه. انا كنت قطعه الصلاه خالص بقالي فتره، ومبدئيا كده بدات ان انا يعني ايه الجا لربنا تاني واصلي، بس ببقى وانا بصلي كده بيجي قدامي حاجه زي اللي عايزه تطلعني من الصلاه وباي طريقه. يعني مثلا يجي قدامي تفكير كده او حاجه، فانا استعذ بالله من الشيطان الرجيم واكمل صلاتي. وسواس اسمه. تمام. حتى كده دايما يعني كنت اسمع يقولوا تدفع على شمالك ثلاث مرات وتكمل صلاتك عادي، احس نفسي ان انا يعني مش في الخشوع اللي انا نفسي ان انا اوصل ليه. تمام. ده الوسواس والشيطان. السؤال ده التاني. اول حاجه. السؤال التاني عاوز اعرف حكم الدين في الراجل اللي ياخد طفلين صغيرين من امهم ومدخل عليهم دلوقتي حاليا مرات اب وامهم عايشه وموجوده، عاوزه اولادها ما هوش عاوز يديهم لها، ورغم ان هي يعني ايه لا عملت حاجه تغضب ربنا ولا ادتهم في حاجه ولا عملت فيهم اي حاجه لكل ده، يعني شوفي لو يعني يتقول يتقلك ما يخرجش من بيت جوزها الا لو كانت مثلا لقى واحد معاها على فراش.
طبعا ده ما حصلش ولا اي حاجه من دي حصلت، ولا عمره اشتكى منها طلقها وخد ولادها. طلقها وخد طلقها غيابي وخد ولادها منها، وعايزه توصل لهم بقى طرق سنه ونص مش عارفه تشوف ولادها. لا حول ولا قوه الا بالله. انا عاوز اعرف حكم الدين في الراجل ده. اولا يا ام علي، يا ام علي ماشي اسمعي الاجابه حبيبه قلب. اما بالنسبه للسؤال الاولاني فقضيه اللي انا كنت تاركه للصلاه ثم عدت الى الصلاه فالحمد لله رب العالمين. اثبتي على ذلك هيبقى في شويه معوقات وعوائق كده بتجيلك، شويه وسوسه وبتاع. لما يجيلها تعمل ايه؟ استمر استمري استعيذي بالله اللي انت بتعمليه تمام، وادفل ادفل مش هتف. انا كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكملي واستمري. طب اللي انا عملته ده والوسوسه دي استغفر ربك بعد الصلاه، الشيطان هيقعد معاكي بالطريقه دي حتى ايه لغايه لما يمل منك بقى. فتثبتي على الصلاه باذن الله تعالى. اما وربنا يا رب يتوب علينا وعليك يا رب. اما بالنسبه للسؤال الثاني فما دام الاطفال صغار فالحضانة حق خالص للمرأة. تاني هو حق خالص للمرأة. طب الراجل اللي عمل ده عمل حاجة خطيرة جدا جدا، من حقها ان هي ترفع قضية عليه. ترفع قضية عليه وهتاخد اولادها بقوة القانون ان شاء الله. وكل اللي عمله ده ظلم طبعا. طبعا طبعا ربنا يهدي. طيب احنا عندنا فاصل، وبشكرك يا شيخ احمد ومشاهدينا، اشوفكم بعد الفاصل.